القيام بمحض فضلك وكرمك وجودك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إلى الله العلي العظيم الحليم الكريم بأسمائه ورضوانه، ويكرمنا بمزيد هدايه الله وكتابه ورسوله في كل لحظه من حياه القول والفعل. موقع طنجة نيوز اللي تحلينا هذه الفرصة باش نباركوا لجميع الساكنة ديال مدينة طنجة ولجميع المواطنين المغاربة في الداخل وفي الخارج. نسأل الله سبحانه وتعالى باش يتقبل منا جميعا الصلاة والصيام والقيام. هذه فرصة طيبة اللي كنتلاقاو في هذه الصلاة من هذه الشعيرة اللي جعل لنا الله سبحانه وتعالى نتغافر فيها، وأنا نذكر ما تم من طاعة خلال هذا الشهر تتوج بهذه الصلاة ديال العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في الجميع ويتقبل منكم انتم الإعلاميين اللي كتحرصوا باش تتبعوا جميع الأنشطة ديال المسؤولين. شكرا لكم جميعا وعدكم مبارك. هادي المنعم الرحمن الرحيم. احتفلوا اليوم بعيد الفطر المبارك، وكما رأيتم قد تجمع جمهور وتجمع جمهور المؤمنين من سكان مدينة طنجة لأداء هذه الشعيرة الإسلامية الربانية، ضارعين إلى الله تعالى أن يتقبل منهم الصيام والقيام وأن يثبتنا ويوم بعد شهر رمضان. كما سمعتم كذلك ارتفعت الألسنة داعية لمولانا أمير المؤمنين بالنصر والحفظ والتمكين ولبلدنا بالأمن والأمان والتنمية والاستقرار. واغتنم هذه الفرصة كي أبارك لسكان مدينة طنجة جميعا عيد الفطر المبارك، وأقول لهم عيدكم مبارك سعيد وتقبل الله منا. صالح الصيام واجعلنا يا مولانا من الراشدين. أتمنى بكل أعماق قلبي أن تعود الفرحة والسماء والبلد بنا بخير.